ولكن اليوم الشلحه هذا الكلمه ديال الشلحه عندنا بعد احنا في هذه الناحيات لا شات ما بقاتش. الناس الكبار ماتوا والناس الصغار ما بقاوش يهضروها، ما بقاتش شي حاجه قليله عند الناس اللي باقيين من ديال الستينات واللي في عمرهم في السبعينات والثمانينات. هذو اللي باقيين الله يرحمو ما كانوا يفهموا كانوا يهضروا الشلعه، يهضروا يفهموها كاع نفهموها، ولكن ما نقدرش نتكلموا بها. كنا نفهموا الشلعه ومناش كنا نفهموا الشلعه، لان كنا نقراو كنا كان عندنا اندماج مع الكلام مع المحاضره، ما يسمى بالمحاضره في انذاك. كنا كانوا يهضروا الشلحه وحنا كنا نتعلموا منهم الشلحه. ودروك هاد الجبال كيف سميتهم؟ هذه الدار هذه اللي قبلتنا، هذه اللي كتشوف فيها هذه، هذه الدار ديال ابن العم ديال عمي الطاهر ديال السهر ديالي انا. هذه الدار بناها في واحد الوقت اللي ما قبل الاستقلال، وهذيك الدار عقدوا فيها عده اجتماعات وعده تخطيطات اللي كانت من اجل المقاومه وجيش التحرير. وهذه الدار ديالنا كذلك، هذه اللي كتشوف فيها، وهذه الدار ديال عزي عمر. احنا كنا نعيطوا ولد عمي، ولكن كنا نعيطوا له عزي عمر. حتى هذه الدار عقدت فيها عده اجتماعات ديال الناس الوطنيين من اجل الاستقلال، والحمد لله احنا وصلنا واحد النتيجه ديال الاستقلال، ولادنا عاشوا في الاستقلال، وهذا فضل، هذا فضل للاخوان والناس اللي كافحوا من اجل وصلنا هذه الحاله اللي راحنا نعيشوها الحمد لله. باقي هذا هما جبال بن منقوش؟ لا بن منقوش، بن منقوش هذه كاع كلها قبائل، هذه القبيله كلها كتسمى بن منقوش. قبيله بني منقوش كتحد مع قبيله بني عتيق، وكتحد مع قبيله بني هادو اصلابن. لا اصلابن هما هادو، حنا كنسمو اصلابن هما القدارجه، هو دوار ديال القدارجه كانوا يعيطوا لهم اصلابن. هما هاد الجزئيه اللي قبلتنا كيقولوا لها توريرت. توريرت كانت معروفه من السكان ديال الشرفه ديال ولاد سيدي مولاي احمد، اللي جدهم راه مدفون تما، حتى هو واحد من الناس من الاولياء، الناس اللي كانوا يشهدوا له. كبير كبير ومحسن. كبير يمكن 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 هما راهم جاوها. وهذا المحل هذا اللي قبلتنا، هذا الحاسين اللي دابا اللي راه فيه ولا فيه الجماعه القرويه ولا ما يسمى به حمام في جوان، كان خالي، كان تما واحد الضيعه ديال واحد المعمر سميتو جان. وكان ذاك المحل اللي راه دابا فيه هذا المقر ديال في جوان والمقر ديال الجماعه، كان تما واحد البير ديال ذاك المعمر اللي كان يسقي به الفلعه ديالو والداليا والان ولا محل تما ولا تجاري، وراه دار تما المقر ديال الجماعه ديال هذا فزوان، ما يسمى بجماعه فزوان. وراه دابا محل كيتكرا وفيه محلات فيه ما كيعقدوا فيه على انه يعتقدوا على انه فيه دواء، فيه شفاء، بحال ذاك الماء ديال سيدي حرازم ولا الماء ديال مولاي عقوب، شبه هذا المياه المعدنيه. وهذا المحل اللي يبان قبلتنا، هذا المحل هذا اللي كتشوفوا فيه اللي داولوا الضو، هذا ما يسمى بالسونداج. واحد الحاسي حفروا تما، كانوا يقلبوا على شيء ربما على حسب اللي سمعنا، كانوا حفروا كانوا يقلبوا على البترول ولا، ولكن شدوا الماء، شدوا الماء مزيان ومزيان ماء قوي، وداو منه دابا من هذاك الحاسي من ذاك السونداج، داو الماء، داو للرقاده، وداو بعض الدواور من هنايا اللي داو المسقاقي راهم يستغلوهم هذوك السكوان اللي تما، لان الماء ما كاينش. وهنا هذا حتى هذا السكوى اللي كتشوفوا فيهم ربما مع طول المده ربما ما يلقى هنا حد، الى طلبوا الله يعطينا الله شي سنين ديال العطاء وديال الخير. اللهم امين. ما تعمر هذه الناحيه وما الى جات الحاله هكذا، ربما هذا الناس اللي يسكنوا هنا ما يبقاوش يسكنوا، يضطروا باش يتحولوا لجهه اخرى اللي موجود فيها الماء وموجود فيها المعيشه وموجود فيها. تمام. هذه السكنه شكون اللي كان كيبنيهم؟ كانوا يبنيهم، كانوا ناس معلمين في ذاك الوقت. كان بعد هذا مول هذه الدار هذه عمي احمد رحمه الله كان مرسو، كان من ذاك الوقت كان من يتعطى للبناء، ما كانش هو اللي بنى بعد هذا الشيء اللي كتشوف فيه هو اللي بناه. وكانوا ناس ما قبلوا قبلوا كانوا معاه كانوا يبنيهم، كان شي الناصر هذا اللي جا الناصر. الناصر هو هذه الدار اللي كنا نهضروا عليها ديال بوا. وكسي لي عبد العادي دارين الناس ضربنا في الكاميرا والله العظيم تقلب على الكنز. الراجل اللي نشوفوا راه كان علي الملقب بالزعر جاي يتجه سيدي سليمان الوالي. وهذا الجبل الناس دي سي بشير، هذا الجبل اللي قبلتنا هذا ما يسمى بجبل فوغال. فوغال هنا؟ فوغال، جبل فوغال هو هذا فوغال. واول هجوم ديال جيش التحرير اللي كان عندنا في هذه الناحيه هذه كان في ذيك واحد المقر ديال حارس الغابه الفرنسي. الهجوم الاول اللي وقع على ذاك الحارس من ذاك الجبل واللي فيه استشهد الشهيد مولاي ابراهيم الحسيني رحمه الله. قتل راسو. نعم
سي ابراهيم الحسيني. مولاي ابراهيم الحسيني، مولاي ابراهيم الحسيني كان معروف، مولاي ابراهيم الحسيني من الناس الوطنيين الغيورين، من الناس اللي ضحاوا من اجل الاستقلال، ومن الناس اللي استهجدوا باول هجوم. كان اول شهيد عندنا في هذا الجبل هذا وهو مولاي ابراهيم الحسيني رحمه الله، واللي مجو واللي مدفون هنا عندنا في هذا الوالي الصالح اللي راه مور الجبل، سيدي عمر حسين. سيدي عمر حسين وهو جده وقرب وقرب سيدي عمر حسين وجد الحسينه، جد هذا ما يسمى به بالحسينه. وهذا الدواور ثاني عاود لقبالتنا اللي في حجر الجبل، كاين تما بني ميمون، كاين العنصر، كاين يدرعون، كاين المزارعه، كاين الحسينه، لان الحسينه مفروقين على زوج، كاين الحسينه ديال الجبل الفوق وكاين واحد الحسينه عاود عندنا هنا في مور هذا الوالي الصالح سيدي عمر حسين. ويلتحق بمجموعه السي الناصر والسي الكبير. لا الدار ديالهم القديمه والدار ديالهم وكان فوق تما السي الناصر. سير ليه اجدوا ليه اجدوا ليه اجدوا ليه اجدوا ليه اجدوا ليه شويه. خليهم يسلموا. هو كيسلم على هذا السي الكبير بن عمي الطاهر. الله يهدم عليهم في بلجيكا. هذا السي عبد العالي الطاهر مصور. السي عبد العالي، السي عبد العالي في جوله استطلاعيه. السي عبد العالي، السي عبد العالي، اي عبد العالي، وا السي عبد العالي. صافي يدرك راه. الله يهدم عليهم. الله يدور الفكار اللي ولادوه. الله يعلمك.